بالأدلة والصور جرائم نظام الأسد في سوريا تتكشف. 900,000 وثيقة تدين النظام كشف عنها المدعي العام الأسبق لشؤون جرائم الحرب ستيفن راب، واصفاً إياها بالضربة القاسمة ضد الأسد في حال جرت محاكمته. السفير ستيفن راب وخلال مقابلة تلفزيونية تحدث عن حشد مجموعة من الأدلة ضد الرئيس السوري هي الأقوى والأبلغ أثراً من التي توفرت ضد النازيين وفق قوله: عمل نظام الأسد على توثيق الأحداث والمجريات في ملفات جرى التخلي عنها في مناطق الحرب، مما لا شك فيه أن الوثائق تشير إلى الرئيس الأسد، فهناك وثائق تحمل اسمه. لقد حصلنا على أدلة ضد الأسد بأفضل مما كانت لدينا ضد ميلوزوفيتش في يوغوسلافيا السابقة، وبأفضل مما حصلنا عليه ضد النازيين في محاكم نورنبرغ. وأوضح راب أن جرائم الأسد تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاغتصاب وأخرى من العنف الجسدي والاحتجاز القسري، جميعها تم فهرستها من قبل اللجنة المستقلة للعدالة والمساءلة الدولية التي يترأسها. الصور والأدلة تعود إلى قيصر، الاسم المستعار للمصور العسكري السوري الذي كان يعمل بالمشارح لتصوير الموتى داخل السجون السرية في سوريا. قيصر وضع الصور على قرص فلاش وأعطاها لصديق يحمل اسماً مستعاراً يدعى سامي، وهو من قام بتنزيلها على حاسوب وتمكن من تهريبها وكشفها كأدلة تجريمية قاطعة ضد النظام. مع كل جثة قتيل تجد 3 أرقام ملحقة بها ومكتوبة على أجزاء مختلفة من الجسد، يشير الأول إلى رقم المعتقل والثاني إلى رقم فرع الاستخبارات الذي أشرف على استجواب وتعذيب المعتقل، والثالث رقم تسلسلي يمنحه الطبيب يدل على ترتيب الجثة بين تعداد القتلى. يذكر أن 242 صورة من صور قيصر خضعت للفحص خلت من التلاعب والتغيير وفق إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي أشرف عليها. ملوك الشيخ، العربية.